إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، عن أضرار أدوية الكحة ومتى نستخدم أدوية الكحة عند الأطفال. يجب تجنب استخدام أدوية علاج الكحة عند الأطفال المحتوية على مادتين أو أكثر من مواد من المواد الدوائية الفعالة، حيث أن هذه الأدوية قد تزيد من الآثار الجانبية لدى الطفل نفسه، كما أنها تزيد من مخاطر حدوث فرط الجرعة. طبعا لا يجب إعطاء دواء علاج الكحة عند الأطفال دون سن 4 سنوات، ليس فقط لأن هذه الأدوية لم تحصل على الموافقة للاستخدام عند الطفل الصغير أو الطفل المصاب، يعني جات هذه الوصفة أو هذا الدواء بدون وصفة طبية من قبل الطبيب، إنما أيضا بسبب عدم وجود دليل علمي على فعاليتها في علاج الكحة عند أطفال مصابين بمرض الكحة. ابتداء لازم نعالج سبب الكحة الرئيسي. لو مثلا الطفل يعاني من ربو، خلاص نعالج الربو نفسه، ما نعالج الكحة نفسها. واتمنى انكم استفدتوا من هذا الدرس البسيط. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وان شاء الله نشوفكم في درس قادم.